سلام الله عليكم. عندنا هذا الوالد شفاه الله، طبعا قبل فترة هو ذاهب إلى المسجد، رجله دخلت داخل حفرة صغيرة من ماء ارتطم على الأرض، انكسر على من المفصل على الفخذ، دخل اللي يسمونه الرمانة لداخل الرجل. الآن الرجال له ما يقارب شهرين على هذه الحالة، طبعا هو ساكن بداخل الدكان، ما بيشمعه لا زوجه ولا أولاد أحد. في فعل خير بس طرحوا يعني عنده الغرفة على بال ما يعالجوه، طبعا الآن تكاثرت على الديون. قضوا جسمه كله وارم، لأن قبل يعني 4 أيام من العملية ابتعد الورم، أيضا عنده فقر دم. الدكتور حتى لما شافه قال يحتاج إلى دم ويحتاج إلى علاجات وتخطيط قلب، حتى رجله كانت متورمات بشكل غير عادي. والرجال زي ما ذكرنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ورايح كان يصلي من المسجد الرجال الدرب، الآن زي ما ذكرنا لا أب ولا أخ ولا ابن ولا بنت، ويعني ما معه الله عز وجل بعد. فأنا أتمنى رحمة بهذا الوالد. طبعا تخيلوا الان حتى عز الله قدركم الحمام ما بده شغل، لا على الحفايض ما بش يعني تقول خلاص مقعد، يعني اكثر الاوقات يبكي من الحاله اللي يبو، وما بش حتى مثلا على مستوى انه في احد يجيب لهم حتى ريال، اللهم انه هذا انسان يعني على باب يعني يكون يصرف على اسرته. فتواصل معي قال لي والله ان انا معطرت خالص لانه خلاص مرضه طال بيحتاج الى عمليه زي ما ذكرنا تركيب مفصل لكي يمشي. انا اتمنى انه اي واحد منكم رحمه بحاله، يعني يعتبر انه ابوه الان وكان يدخل ويخرج والان مقعد زوار، واللي يجعل القلب يعني انه ما بش مثلا معه مرأة واسو او اولاد او احد يخرج يدخل ويخرجه، الان يعني على عند الناس وزي ما تقول ايضا على حفائض. انا اتمنى من الجميع يعني رحمه به ونشر الفيديو لكي يصل الى فعل خير، ثم من كل فعل خير اتمدد الى عون هذا الوالد وجزاكم الله خير.